ولك ولذلك ما رأيت نعيما عند أحد إلا زاد إيماني بإيه؟ قال لك هذا ما أعدته بشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى لازم ده حاجة. شوف النظرة بقى، دوك ينظر بحقد وده ينظر نظرة إيه؟ نظرة إيه؟ إيمان. واللي بينظر نظرة الحقد بيحرم نفسه من صبابة النعمة عند الغير به، لأن النعمة عند صاحبها لها صبابة وتعلق به، تتعلق به النعمة. ولذلك احنا قلنا زمان الرزق بتاع النعمة يعرف عنوانك، انما انت ما تعرفش عنوانه ويتنه جاي لك كده، طب خف يجي عليك كده. فان فرحت بالنعمة عند انسان ثق ان النعمة ستطرق بيتك، وان كرهته طوبش لحيتك. فعايز بقى خير الناس دي كلها يبقى في جيبك وعندك، حب النعمة عند الناس، تحب النعمة عند الناس تجي لك كلها لك، ليك انت لحدك، وما تتكلفش مؤونة ادارتها حتى، تجي لك لحدك كده، ولا تتكلف مؤونة ايه الادارة ولا الصيانة ولا المش عارف ايه ولا شيء.